تهيئ هذه الليلة الممتعة وهي ليلة الصحافة. هذا يوم استثنائي صراحة، ما أود أن أقوله، وأنا أحرص دائما الحضور. لماذا؟ لأن رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة هو طالبي، درس صحافة في البداية ولكن تحول إلى موضوع التكوين ونجح فيه نجاحا باهرا، وبالتالي أنا فخور به أولا كطالبي، فخور به كرئيس مؤسسة. النتائج تقول أنها من أفضل المؤسسات الآن في المنطقة، في الدار البيضاء وفي المغرب في تقديري. فهذا يوم للفرح، ويسعدني وسعدت كثيرا أن أشارك الأمهات والآباء والطالبات والطلاب هذا يوم الفرح، وأحرص وسأظل أحرص في حضور هذه المناسبة في كل سنة، لأنه ما أجمل ما أروع أن تشاهد الفرح مرسوم في وجوه الناس، فهذه هي في حد ذاتها يجب أن نبحث عنها. حفل بهيج اللي كتقيمه أو كتشرف عليه مدرسة جون جوريس، هذه المدرسة اللي تشرفنا كمغاربة. تبارك الله على هاد الساهرين على هاد المؤسسة اللي اليوم يعني احتفلوا بفوج فوج اللي تخرج بشهادة البكالوريا، يعني الحائزين على البكالوريا، وكانوا يعني تبارك الله وليدات وبنيات اللي رائعين يعني متفوقين. كاينين يعني معدلات ما شاء الله يعني حتى على المستوى الوطني، انهم كاين 19 وكاين 18. تبارك الله، كنحيي الساهرين على هذه المؤسسه، واللي كاين وهو ان مؤسسات بهذا الشكل وبهذا الحجم انهم عندهم صبغه وطنيه اجتماعيه، حتى انهم يمدون يد المساعده لاناس اللي ماشي في القدره ديالهم انهم يقريو وليداتهم مدارس بهذا المستوى. فكاين اللي كيقرا يعني مجانا، كاين اللي كيعملوا معاه يعني على حسب الامكانيات ديالو. تحيه السي الحاج اللي هو المدير المؤسس لهذه مجموعه مدارس جون جوريس، وموفقين باذن الله.